عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا هنا في بورغيرو هذه الحلقة، كنا نشتري ضبايح على صدقة، في ناس تبرعوا في الجروب على الخير، والحمد لله الله رزقنا حصلنا غنم تقريبا 11 بين 11 ريال و 15 ريال. ومعي في الجروب مازل حرثي، وعندنا ناصر كندي هو هذا، وعندنا الأستاذ مالبير ابو مكسعي وين علي عندنا ناصر كندي صالح معلم ومشرف مالبير والأمور طيبة، ما في كورونا ما في كمام، ناس طيبين يوم اليوم يوم تاريخ 31/1 جينا نشتري هذول ذبائح حق صدقة. مشكورين، الله يزيدكم خير وبركة. هذا 11 ريال و500، هذا تقريبا ب 11 ريال ونص، تخيل كيف القيمة.